زعماء وقادة الاتحاد الأوروبي يبدأون أشغال القمة الأوروبية الاستثنائية في العاصمة البلجيكية بروكسل للبحث في سبل تعزيز النمو الاقتصادي في أوروبا وللنظر في الأزمة اليونانية التي دخلت نفقا مظلما بعدما فشل ساسة أثينا في التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة ائتلافية لتطبيق الإجراءات التقشفية المطلوبة. الخلافات بين فرنسا وألمانيا حول الإصدار الجديد للسندات الأوروبية المشتركة وهشاشة المصارف الإسبانية إضافة إلى إمكانية خروج اليونان من منطقة اليورو ستلقي بظلالها على هذه القمة غير الرسمية. ومن المتوقع أن يدافع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند عن فكرة إصدار السندات الأوروبية المشتركة ودفع النمو لمحاربة أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، وهي الفكرة التي عبرت برلين مرارا عن رفضها لها. القمة قد تبحث موضوعات أخرى مثل زيادة رأس مال البنك الأوروبي للاستثمار وإعادة تخصيص صناديق الهيكلية الأوروبية، وهي موضوعات تمهد للقمة الأوروبية المقررة في 28 و29 من حزيران المقبل.